سلام قولا من رب رحيم. سال رجل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: اي الناس احب الى الله؟ قال: انفع الناس للناس، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. والنفع والانفاع عام ومطلق، شامل يشمل النفع المادي والمعنوي وبذل اي شيء لخدمه الانسان. وقد افاض الرسول روح فداه في الحديث عن اهميه خدمه الناس فقال من قضى لاخيه المؤمن حاجه كان كمن عبد الله دهره احب الناس الى الله عنوان برنامج ما ينفع الناس ويشاركنا في النقاش من القاهره الاستاذ ابراهيم محمد رضا الباحث في الفكر الاسلامي استاذ ابراهيم رضا حياك الله تعالى وتقبل الله اعمالكم وصيامكم وقيامكم. خدمه الناس عباده مقدسه بل فريضه اصر عليها الاسلام. كيف تبلور ذلك في الثقافه الاسلاميه قرانيا وسنيا ايضا. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رحمه الله للعالمين سيدنا محمد. تحياتي لحضرتك دكتور يحيى ولمشاهديك الكرام في كل مكان وكل عام وحضرتك بخير والامه العربيه والاسلاميه بخير وبصحه وسعاده. خلينا نقول ان الله تبارك وتعالى اسس للتكافل الاجتماعي بين الناس واصل لذلك من خلال فقه المقاصد التي انبثق منها واعتمد عليها كل من اقترب من الحضاره الاسلاميه سيجد ان الله تبارك وتعالى جعل الشعائر الدينيه ما هي الا مقدمه لتهذيب النفس الانسانيه وللسعي على خدمه الاخرين او ما يسمى في الوقت المعاصر بالمجتمع المدني ودوره العظيم في نهضة الأمم والشعوب. ليس أدل على ذلك من أن الله تبارك وتعالى جعل ركنا ركينا من أسلام من أركان الإسلام وهو الزكاة، فقال سبحانه وتعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إنما الزكاة هذه التي شرعت، شرعت لكي ترفع وتخفف الألم عن" اهل العوز والاحتياج ووجدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسس لذلك. ايضا قص علينا القران ما ورد في قصه اصحاب البستان المعروف في سوره نون والقلم. هؤلاء الذين خرجوا ووجدوا هذا الاب الصالح دائما وابدا يحرص كل الحرص على إطعام الجوعى وعلى مساعدة غير القادرين وكل ذلك مرده إلى أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تكون كالجسد الواحد ومن خلال ما ورد في سنة نبينا وحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم نستطيع أن ندرك أننا جميعا عيال الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا عن الله سبحانه وتعالى أن الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فإن بخل وكلائي على عيالي أدخلتهم ناري ولا أبالي نعم أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم تصور أنك وطأت للبحث إن صح التعبير ما دام الأمر كذلك ما دام هنالك غنى في النصوص القرآنية في النصوص النبوية بوجوب الاحسان الى الفقراء المساكين خدمه الانسان فما سر هذه الطبقيه في العالم الاسلامي؟ ما سر هذا التفاوت في العالم الاسلامي؟ ما سر هذا الجوع في العالم الاسلامي؟ الحقيقه سر الجوع اننا مررنا بخطاب يدعو الى التدين الشكلي المظهري البعيد عن جوهر الاديان. بعض الناس يتعامل مع الدين على انه نوع من انواع الطقوس والشعائر فالصلاه ما هي الا عدد من الركعات ونسي ان للصلاه فلسفه. ادلل على ذلك بما ورد في الحديث القدسي الثابت بخبر الاحاد الكل يدرك ان الصلاه لابد لها من الوضوء ومن الطهاره ومن الاستعداد وطهاره المكان والثياب. وتناسى الجميع ان الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وبنى السبيل والارمله ورحم المصاب الله يعلمنا ان الشعيره وحدها لا تكفي ولكن لا بد وان تترجم الى سلوك صحيح وكما علمنا نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم الدين المعامله فعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به فالله تبارك وتعالى قرر منذ الازل ان تلك الشعائر ما هي الا تهذيب للنفس وحض على السلوك القويم وليس أفضل وليس نعم. أدل على ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا أي ليس من أمة النبي نعم. محمد من بات شبعان وله جار جائع إنه استاد الإحساس إبراهيم. بالمسؤولية نعم أستاذ إبراهيم واضح أن هذه المفاهيم الرائعة جدا والقيمة لم تصل إلى أذهان المسلمين وإلى مسلكيتهم الأخلاقية والاجتماعية يعني رغم ان الاسلام جعل خدمه الاخر الفقير اولى من الاعتكاف وفضل ذلك على الاعتكاف في المساجد، تجد اليوم في المساجد الاف المصلين لكن الفقراء تطرى خارج المسجد من ارامل من فقراء من جائعين من ايتام من اطفال وكان الصلاه رغم قدسيتها اهم من خدمه الاخر عند هؤلاء. بالتاكيد اتفق مع حضرتك طبعا وقليل من عباديه الشكور ولكن للاسف الشديد ابتليت امتنا بمنع الزكاه وحجبها عن اصحابها الذين انزل الله في حقهم قرانا يتلى الى يوم الدين وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم آه هذه الايات وتلك الحقائق تؤكد اننا الان لم نفهم جوهر الدين فهما صحيحا منضبطا منسجما مع ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا يحضرني يا دكتور يحيى حينما دخل سائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي الصدقه فحين دخل السائل اعطاه النبي فدخل اخر اعطاه النبي فدخل ثالث اعطاه النبي الى ان دخل رابع حتى اذا ما نفذ ما في جيب النبي قال له اذهب وخذ ما شئت من البائع واعلمه بان الذي سيسدد له انما هو رسول الله. سيدنا عمر يقول لم كل هذا؟ هون على نفسك يا رسول الله ولكن النبي يريد اجابه اخرى فينظر الى الصديق فيقول له: وكأنك تريد مني ان اقول او ادلي بدلوي في هذا يا رسول الله يا رسول الله انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا نتوقف لحظات مع آيات بينات من الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. واولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما يوافقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِتُّمْ قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون صدق الله العظيم يروى ان احد العلماء الكبار أدركته المنية فرآه صديق له وكان من العلماء العارفين أيضا رآه في عالم الرؤيا وانبهر الرائي بمكانته في الجنة فقال له الله الله أي مكان هذا الذي أنت فيه كيف أدخلك الله الجنة بسبب علمك ومؤلفاتك فقال له كلا أنا في هذا المقام بسبب عبد فقير أذله الدائنون وفضحوه في السوق فناديتهم أيها الناس قضاء دينه علي فقضيت ديونه كافة فضاعف الله لي أجر ذلك وأدخلني الجنة بسبب ذلك. أستاذ إبراهيم رضا، دعنا نتطرق إلى كافة النقاط الجوهرية والمرتبطة بواقعنا. لا نريد أن يفهم البعض أن المجتمع الإسلامي يجب أن يقوم على الصدقات على الشحاذة لا في المقابل الإسلام يعلم الحرف يدعو إلى العمل يدعو إلى الإبداع إلى الاجتهاد إلى تلقين أعمال وحرف معينة لمن يحتاج إلى مال فنحن لا نكتفي بالصدقة فقط ونخدم الآخر بالعطاء بل يجب أن نعلم هنا كيف يكون العلم جزء من خدمة الآخرين الحقيقة العلم يكون جزء من خدمة الآخرين حينما نجد جامعات تعبر عن آمال وآلام وتطلعات الأمة، فالجامعة قديما كانت تهتم بالشأن العام، كانت تهتم بالدراسات الاجتماعية والعلوم النفسية، وتستطيع أن تستخلص لنا عدة نتائج، وكانت هناك بعض الأجهزة التي تهتم بهذا الشأن ولذلك نجد اننا بحاجه ماسه الى مراكز التاهيل مراكز التدريب لاننا كما نقول ودائما مثلما يقول اهل الصين يعني لا تعطيني السمكه ولكن اعطيني علمني كيف اصطاد هذا ما اريد ان اركز عليه اننا حينما نريد ان نكون لحمه واحده قويه منسجمه فلزاما علينا جميعا أن نؤدي الأمانه على الوجه الأكمل. مراكز التدريب، التعليم الفني لأننا كلنا عايزين نبقى دكاترة وأساتذة جامعة وخريجي لكن استاذ إبراهيم, أستاذ أبراهيم اليوم اليوم كيف تقنع الشباب العربية والمسلمة أن الخروج من كل أزماتنا بالعلم بالمعرفة بالإبداع؟ وهذا الشباب يرى أن لاعب كرة القدم توج ملكاً وصار سلطانا، وبعد حين سيصبح أميرا وحاكما، فكأننا نلقن الأجيال مسارا غير المسار الذي يفضي إلى إنقاذنا من المآزق والأزمات. بالتأكيد أتفق مع حضرتك، ليس لاعب كرة القدم وحده؛ ولكن بنرى بعض الأدوار الفنية يتقاضى أهلها يعني ملايين الدولارات، بينما تجد من يشتغل بالبحث العلمي. لا يجد قوت يومه وفي مصر يعني في الثمانينات او التسعينات صدر كتاب لاحد الكتاب يقارن ما بين اجر الراقصه وما بين الباحث في المجلس, في المجلس القومي للبحوث فهذا للاسف الشديد يعد من الواقع الاليم الذي نعيشه ونعاني منه ولكننا ايضا بحاجه الى خطاب رشيد اقوى الخطابات على الساحه هو الخطاب الديني الخطاب الذي يعمل على تغيير الثقافة النهاردة عندنا بعض الإعلانات يعني خربش وكسب أنا بقولها كده بالتعبير المصري دارج اللي هو فكرة اتصل مش عارف بتسعمية كام هتجد الجايزة كذا وكذا والكلام اللي احنا عارفينه كل ده للأسف الشديد يعد من وجهة نظري من باب الاتكالية ومن باب الخطابات للأسف التي تهمش قيمة العمل ولا تحترم العامل ولا تقيم مكانة لفلسفة العمل والاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو اشتغل برعي الغنم ربما كان هناك من يتقاضى أفضل من هذا ولكن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكد مرارا وتكرارا على أن اليد, اليد التي تبني وتعمر أفضل بكثير من اليد التي تهدم وتخرب ولذا لزاما علينا أن نعمل على تغيير هذه الثقافة السائدة من خلال خطاب ديني رشيد هذا الخطاب أولا يكون يدعم التسامح ويدعم التعددية ويقبل الآخر النهاردة بعض البلدان لما بيسافر لها بعض الفقراء من البلدان المجاورة ربما يدفع حياته ثمنا من عشان خمسة دولار لانه بيتعامل معه على انه جاي ياخد رزقه ويحتل بلده ويحرمه من فرص العمل نعم استاذ ابراهيم يعني اتمنى ان نلامس الواقع العربي والاسلامي قليلا لنؤكد ان ديننا على صله بالواقع وليس دينا سرياليا لا يتعاطى الا الغيبيات اليوم في عالمنا العربي حروب كثيره ازمات لا حصر لها حروب اسلاميه اسلاميه عربيه عربيه، نتج عن ذلك كم هائل من الايتام، نتج عن ذلك كم هائل من الفقراء من النازحين من اللاجئين، لماذا انا ارى مفوضيه شؤون اللاجئين الغربيه تخدم الايتام واللاجئين والفقراء اكثر من المسلمين، اين المسلمون؟ سؤال الحقيقه في موضعه ودائما وابدا انا ممن يعني يتفاءل دائما وممن يبشر وممن يعني يؤمن بان القادم افضل حتى ولو كان الواقع به الكثير من التناقضات للاسف الشديد لن احمل المجتمع الدولي عبء ثقافه الانهزاميه والتراجع والتردد ولكن دائما وابدا علينا ان نلتمس من رسول الله بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا حقيقه لا ننكر ان الواقع الان يعني عندنا تعليم في بعض البلدان حتى وان كان يعني دون المستوى الا ان هناك جيل مختلف، جيل نشأ مع الثوره المعلوماتيه الجديده والحقيقه انا بلاقي بعض شبابنا في بعض المجالات في بعض الشركات العابره للقارات نموذج يحتذى به. الاشكاليه اننا نعيش في ثقافه لا تدعم تلك الروح، روح القياده الشابه، روح تمكين الشباب، روح دائما تؤمن بان القادم افضل شريطه دائما وابدا ان نتذكر ان رسول الله حملنا المسؤوليه. حين قال للقائد وقال للفرد وقال لرب الاسره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولذلك اقول ما احوجنا الى فكر رسول الله ما احوجنا الى استناره رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ننتقل من فقه الهزيمه الى فقه العمل يعني تخيل حضرتك ممكن نضيع سنوات أستاذ من إبراهيم. عمرنا أستاذ ابراهيم علشان قبل عفوا ال... قبل نعم. ان ننتقل من فكر الهزيمه الى فكر الفعاليه الحضاريه هنالك بطون جائعه هنالك دموع تنزل من ماقي الايتام هنالك حالات ماساويه جدا في العالم الاسلامي هنا تحدث عن واجب الاغنياء لما نجد الغني الغربي مثلا يضع ميزانيه لتعليم حتى ابناء العرب والمسلمين، تدخل الى جامعات عربيه تجد المساعده مقدمه من فلان الغربي، مقدمه من فلان النرويجي، السويدي، الدنماركي، اين اغنياء المسلمين؟ يا اخي هم وكلاء الله على ماله، فلماذا لا يعطون للفقراء؟ واذا اعطى بعضهم يجلب الكاميرا لتصور عطاءه. فحبذا لو توجه خطابا للاغنياء في هذا الشهر حتى يحنوا على الفقراء ولو بربطه خبز يا سيدي. معك كل الحق ودائما اقول واتفق مع ما ذهبت اليه ان دور المجتمع المدني بالنسبه لامتنا بيعتبرون نوع من لون من الوان الطرف الفكري بينما في الغرب المجتمع المدني يعد هو الركيزه الاساسيه الداعمه للحكومات بل للامم بل للشعوب ولذلك سنجد ان هناك من لا يؤمن باليوم الاخر ولكنه يؤمن بحق الاخر في ان ياكل وان يشبع وان يحيا حياه كريمه بينما تجد من بين ابناء جلدتنا من يدعون التدين وده بقى اللي انا بسميه التدين الشكلي البعيد عن جوهر الاديان ولذلك الرسالة اليوم هي موجهة إلى من أنعم الله عليهم بنعمة المال، إلى هؤلاء ممن يسمون أنفسهم برجال الأعمال، البعض متخيل أن دي طبقة لم تكن موجودة على عهد النبي، لا كانت موجودة على عهد النبي واستثمرها النبي بل وكونت الجيش الاول للدوله الاسلاميه المدنيه الفتيه على ارض المدينه وليس ادل على ذلك من صنيع الصديق رضي الله عنه وارضاه حين جاد بكل ما يملك والرساله وحين ذا خرج عمر بنصف ماله وحين خرج ايضا احد رجال الاعمال سيدنا عثمان بن عفان واشترى البئر ووهبها للمسلمين ولكل الضعفاء والفقراء. نحن الآن يا سيدي نحتاج بدلا من أن نبني مسجد أن نبني مصنع بدلا من أن نعتمر في كل عام خمسين مرة أو أربعين مرة ويقول لك إيه يعني إحنا نبطل نطوف حوالين الكعبة ونطوف حوالين الفقراء فتجد طرف يقول لك إيه شمعنا العمرة طب ليه ما بتقولش للي بيطلع يصيف أو للي بيطلع في بعض المنتجعات ينفق ملايين الدولارات نحن نوجه الدعوه للجميع، نحن نقول للكل ان الادمية بنيان الله ملعون من هدمه، والبعض يتبادر الى ذهنه الى ان ملعون من هدمه يعني من قتله، طيب وهل هناك اسوأ من التجويع وهل هناك اسوأ من ان تترك الاعداد الغفيره بمئات الالاف بل بالملايين تعيش للاسف الشديد كما نرى على ارض سوريا نعم شقيقه في في هؤلاء نعم في الذين هذا شردوا نعم في هذا السياق المحن كثيره والماسي كثيره وحياتنا تحولت الى دموع رقراقه في كل تفاصيل العالم الاسلامي للاسف الشديد هذا لا يعفينا من شكر بعض الاغنياء الاثرياء الذين ادركوا ان هذا المال وسيلتهم للوصول الى الجنه وسيلتهم للوصول الى ارضاء المولى عز وجل والسكن مع رسول الله يوم القيامه طوبى لمن قدم ولو شيئا بسيطا صغيرا استاذ ابراهيم رضا من مصر الحبيبه شكرا جزيلا لك. شكر الله لك ولمشاهدين. علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه والله تعالى عندما يامر بخدمه الانسان انما يامر بذلك مع مطلق الانسان من اي لون وجنس ومن أي دين؟ لأنه جلّ فعلاه عندما خلق الإنسان تباهى بنفسه وقال: فتبارك الله أحسن الخالقين، والإنسان بنيان الله، ملعون من هدمه. تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم.